بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين نعزي مولانا الامام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء والمراجع عظام والأمة الاسلاميه ونعزيكم بذكرى حلول محرم الحرام وذكرى استشهاد ابي عبد الله الحسين واهل بيته واصحابه وذكرى انتصار الدم على السيف طبعا هناك شخصيات لها علاقة بكربلاء وطيده وهي أم البنين، لا بأس أن نسلط الضوء على أم البنين، أم العباسي وأخوته، أولا أم البنين طبعا لم تأتي إلى كربلاء كما جاء في المرويات، بقيت في المدينة، زين هذا الباب اللي يسمونه الناس باب التبرك باب ام البنين ولا ام البنين لم تصل الى كربلاء ولكن تبركا. عموما ام البنين هذه الامراه التي ملأت الفراغ بعد معصومه بعد فاطمه الزهراء سلام الله عليها. ما نجد امراه تملا الفراغ بعد فاطمه الزهراء سلام الله عليها. طبعا أم البنين لما أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يخطب امرأة ولدتها الفحول ذهب إلى أخيه عقيل هو ليش ما يعرب الأنساب لا يعرب الأنساب لكن يتبين يعني معالم وشخصية عقيل ابن أبي طالب قال يا أخي اختر لي امرأة ولدتها الفحول قال أين أنت عن بيت حزام الكلابي وذهب الى بيت حزام ويعني لخطبه فاطمه بنت حزام الكلابي فسمع ام البنين تذكر لامها قالت البارحه سقط في حجري قمر وثلاثه كواكب فباشرها ابوها قال بشري بنيه ستتزوجين من رجل عظيم وتلدين قمر وثلاثة كواكبه العباس وأخوته. الوفاء يعني وفاء أم البنين حقيقة نادر قلت لك أنها ملأت الفراغ بعد فاطمة سلام الله عليها زين المقام السامي أم البنين حصلت على مقام سامي زين هل أنها زوجة لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ لا مقام سامي نعم ولكن اكو شيء اعظم منها هل انها ام العباس؟ لا لان ام البنين ذابت في الله فلذلك حصلت على هذا المقام السامي وكانت باب من ابواب الحوائج تقصد بقضاء الحوائج بعد ام البنين رضوان الله تعالى عليها كانت تتعلم العباس تقول له بني عباس إذا جلست بين أخويك الحسن والحسين اجلس مجلس العبد أمام سيده والعباس عندما يخاطب الحسن والحسين بهذه الكلمة سيدي يا ابن رسول الله روح روحي فداك نفسي فداك تدري العباس ما قال للحسين أخي إلا أن وقعت الراية قال أخي أدركني هنا العباس قال للحسين أخي زين تجي إلى ساقي عطاشة كربلة في قرأت رواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جلس ومعه الحسن والحسين والعباس وقد قال الحسين: اريد ماء فنهض العباس لجلب الماء وذهب الى امه ام البنين قال اماه ان اخي يريد الماء اعطته قله وضعها على راسه وكان صغير واخذ الماء ينكفئ على متنه من هنا وهناك نظر أمير المؤمنين إليه نظر إلى العباس وهو يعني حامل الماء للحسين عليه السلام وقد انكفأ يمينا ويسارا فغرورقت عيناه أمير المؤمنين قال بني عباس أنت ساقي عطاشا كربلا هاي طبعا تربية أم البنين أم البنين هي الصابرة يعني أعدت أولادها للحسين سلام الله عليه وهذا هو قمة الصبر كانت سنتين تبكي على الحسين سلام الله عليه وين تقف تقف في المكان اللذ... الذي كانت تقف فيه فاطمة سلام الله عليها وين كانت فاطمة تبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثورة كانت أم البنين رضوان الله تعالى عليها تبكي في نفس المكان التي تبكي فيه الزهراء أو كانت ثورة على بني أميه وقيل انها ماتت مسمومه ام البنين زين قيل انها ماتت مسمومه وحري بنسائنا ان تقتدي بام البنين الايثار الايثار اللي حصل من ام البنين طبعا ايثار لا مثيل له القران الكريم يذكر بخصوص امير المؤمنين والذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه فام البنين رضوان الله تعالى عليها كل الايثار الايثار كله زين واكو امر حبيت اذكره انها لما تزوجت من مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه قالت أنا لا أدخل إلا أن أكون خادمة للحسن والحسين وزينب وبنفس الوقت يعني لا تسميني فاطمة أخشى أن يكسر قلب الحسن والحسين وزينب فسماها أمير بنين يعني كناها بأم البنين وام البنين كنيت بهذا نسبة الى جدتها ليلى بنت صعصعه ابن كذا يعني كان عدها خمسه من البنين جدتها فسميت ام البنين نسبة الى جدتها وام البنين رضوان الله تعالى عليها هي التي صنعت الابطال الى كربلاء وكانت دائما دائما حتى من إجى بشر ابن حذلم يعني يقول قتل الحسين تقول له اخبرني عن الحسين ما سالت عن اولادها الاربع ابدا اجا الناعي تسأله يقول لها قتل عون جعفر عبد الله يقول له اخبرني عن ريحانة رسول الله يقال انها سألته أو قال لها قتل العباس عليه السلام سقط الفضل من يديها فقالت يا هذا لقد قطعت نيات قلبي أخبرني عن الحسين أهو حي أم لا وكانت طبعا رضوان الله تعالى عليها تصنع خمس قبور أربعة قبر عادي وقبر كبير تقصد به الحسين سلام الله عليه فقرنت أم البنين رضوان الله تعالى عليها بمولانا أمير أنين وقرنت بالحسين عليه السلام ولها مشاركة كبيرة في واقعة الطف باعتبار أن سبع القنطر العباس سلام الله عليه اللي هو حامل لواء أبي عبد الله الحسين هذا صناعة أم البنين وتربية أم البنين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعتها وزيارتها إنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.